مساء الخير، طابت أوقاتكم بكل ما تتمنوا. إذن لنتابع الدراسة التي قد بدأناها خلال جوج ديال الفيديوهات اللي هي كتطرق إلى دراسة الخبر الوراثي. وهذا الفيديو الثالث سيكون درس سيتمحور حول واحد الظاهرة بيولوجية مهمة كتقوم بها الخلية في الأنشطة ديالها اللي كتسمى ب الدورة الخلوية. وفي هذه الدورة الخلوية هناك ظاهرة بيولوجية اللي كتسمى بالانقسام الغير المباشر، اللي من خلاله غادي نحاولوا نكتشفوا اشنو هما المراحل ديال الانقسام الغير المباشر، وشنو هي المميزات ديال كل طور على حدة. اذا كتذكير شفنا ان الخبر الوراثي الذي يكمن في جزيئه الاد دي ان، وشفنا بان جزيئه الاد دي ان عندما تتلولب حول الهيستونات كتشكل لنا في تلولب اقصاه الصبغيات، هذه الصبغيات التي تشكل دعامه الخبر الوراثي. اذا يجب ان نعلم ان هناك ظاهره من خلالها يتم التكاثر الخلوي عند الكائنات متعددة الخلايا أثناء مراحل النمو وعند تجديد الخلايا وترميم الأنسجة. إذا صراحة هذه المسألة عزيزي الطالب راه كنلاحظوها، عملية النمو هو أننا كل كائن راه لاحظ أن مثلا إذا خديتي واحد طفل صغير أنه بعد مرور سنوات، والمثال منك أنت، يعني أنه ينمو. إذا هاد ظاهرة النمو راها تمات بواحد الظاهرة خلوية مميزة اللي هي الانقسام الغير المباشر. كذلك على مستوى الجسم هناك خلايا تموت وهناك خلايا تتجدد، وكذلك هناك مشاكل تقدر تعرض لها بعض الأنسجة لإصابات، ويتم ترميم هذه الأنسجة بواسطة هذه الظاهرة البيولوجية المهمة. إذا هذه الظاهرة البيولوجية تتم عبر دورة خلوية، يعني كتكون سابقه لها واحد المراحل اللي غادي نشوفوا هذه المراحل مع الظاهره الانقسام كتشكل لها الدوره الخلويه. خلال هذه الظاهره يتم انتقال الخبر الوراثي من خليه الى اخرى مع الحفاظ على ثباته، وهذا هو يعني الشيء المهم في الانقسام الغير مباشر. اذا اعزائي الطلبه غادي نستعمل واحد الوثيقه اللي من خلالها ان شاء الله غادي ندرسوا الدوره الخلويه والمراحل منش كتكون هذه الدوره. اذا الوثيقه اللي امامنا غادي تبين لنا كيف تتم هذه الدائره عبر الدوره الخلويه. اذا مفهوم الدوره الخلويه، إذا تتكون الدورة الخلوية من ثلاث مراحل أساسية. هناك مرحلة السكون التي تأتي بين انقسامين وتستغرق ثلاثة أرباع من مدة الدورة الخلوية، وهناك مرحلة الانقسام الغير المباشر، ومرحلة انقسام السيتوبلازم التي تؤدي إلى تكون خليتين منفصلتين تماما. إذا أعزائي الطلبة هذا المنحنى راه عنده أهمية كبيرة لأن غتلقاه العديد من التمارين. إذا هذا المنحنى هنا محور الزمن، وفي محور الآلاتيب عندي كمية الـ ADN بوحدات اصطلاحية. هذا المنحنى كيعطيني تغير كمية الـ ADN بدلالة الزمن. إذا كما قلت بأن المرحلة ديال السكون تأتي بعد أو تأتي بين القسامين وتستغرق ثلاثة أرباع. إذا الدورة الخلوية، إذا عندي فيها أربعة ديال الأرباع، واحد جوج ثلاثة أربعة. إذا فالمرحلة السكون تتكون من فترة G1 S G2، ومرحلة Gm اللي هي مرحلة الانقسام. إذا أجي نشوفوا أش كيوقع خلال مرحلة السكون.
إذا بالنسبة للمرحلة جي 1 فهي فترة النمو الأولى، بحيث أن الخلية يعني كتكبر في القد ديالها وكتقوم بتركيب بعض المركبات اللي محتاجها في الانقسام الغير مباشر، لا على مستوى الجزيئي أو العضيات اللي كتوجد على مستوى السيتوبلازم. إذا فترة جي 1 هي فترة النمو الأولى التي تستعد فيها الصبغيات للمضاعفة. إذا حنا غادي نركزوا في هذه الفترة الجي 1 على مستوى الصبغيات اللي قلنا هي دعامة الخبر الوراثي، أن الخلية كتوجد نفسها لمضاعفة هذه الكمية من الصبغيات. إذا ما كتلاحظوا معايا أعزائي الطلبة على مستوى الجي 1 أن الشكل الخيتي ديال الصبغين كيتحول واحد الوقيته كيقوم ليا بإنشاء ما يسمى بعيون النسخ، وهذه عيون النسخ فهي دليل على أن الصبغي يتهيأ للمضاعفة. إذا هذه المضاعفة تتم خلال المرحلة S. تذكير، خلال المرحلة الجي 1 نلاحظ أن كمية الدين تبقى ثابتة، أما خلال المرحلة S كنلاحظوا بأنها هي فترة النمو فهي فترة مضاعفة الدين. إذا تلاحظوا بأن الكمية كتمر من Q إلى 2Q، وهذه آلية مضاعفة الدين أعزائي الطلبة غادي نخص لها كبسول بوحدها لأنها ظاهرة مهمة. إذا بعد الفترة S تأتي المرحلة جي 2 واللي كنعتبروها فترة نمو ثانية، بحيث أن الخلية تتمم ما بدأته في الفترة جي 1 من خلال تركيبات، من خلال يعني تركيب العديد من الجزيئات والعضيات. إذا هذه الفترة جي 2 هي فترة نمو الثانية التي تستعد فيها الصبغيات للانقسام خلال المرحلة M. إذا هناك كما قلت أن خيطات الـ ADN تتلولب وتتكتف حتى تصبح في أقصى تلولبها، يعني واحد الجزء منه تيبان على مستوى المرحلة جي 2، أما أقصى التلولب غادي نلاحظوه في خلال مرحلة الانقسام الغير المباشر. إذا أما المرحلة M فهي مرحلة الانقسام الغير المباشر. إذا فالدورة الخلوية تعتبر من الظواهر البيولوجية المهمة، فهذه الظاهرة كاملها تحت رقابة واحد الترسنة انزيمية حتى لا يقع أي مشكل على مستوى يعني حدود أي طارئ، لأن في حالة إذا وقع شيء ما خلال هذه المراحل الثلاث جي 1 أو S أو جي 2 فإن الخلية ولن تدخل إلى مرحلة الانقسام الغير المباشر. إذا أعزائي الطلبة غادي نشوفوا المرحلة M أشنو هما المراحل باش كتكون المرحلة من مرحلة الانقسام الغير مباشر. إذا كما قلنا بأن الدورة الخلوية تعتبر يعني مرحلة مهمة من حياة الخلية لكي تدخل هذه الأخيرة في ظواهر بيولوجية كالانقسام الغير مباشر. وقلنا بأن الانقسام الغير مباشر كيتكون من أربعة مراحل. هناك المرحلة التمهيدية اللي هي أطول مدة، والمرحلة الاستوائية، والمرحلة الانفصالية، والمرحلة النهائية. إذا هذه المراحل أعزائي الطلبة غادي نخص لهم فيديو خاص للانقسام الغير مباشر، وغادي نحاول ما أمكن نتطرقوا إلى جميع المراحل بالتفصيل وما يقع على مستوى كل طور من أطوار هذا الانقسام، خاصة غادي ندرسوا الانقسام الغير مباشر عند الخلية الحيوانية وعند الخلية النباتية وما هي أوجه التشابه وأوجه الاختلاف. إذا أعزائي الطلبة غادي قلت بأن هنا غادي يكون فيديو خاص هو بالنسبة للانقسام الغير المباشر، لذلك قبل ما ندوز لهذه المرحلة من الانقسام الغير مباشر كما قلت لكم غادي نخصص فيديو خاص لآليات مضاعفة الدين لأنها تعتبر من الميكانيزمات البيولوجية المهمة في نشاط الخلية.
إذن شكرا على حسن الإنصات، إلى فرصة قادمة إن شاء الله، وإلى اللقاء.